أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: المسابح التي في الفنادق، نعم، أو يقول المسابح التي في الفنادق أو البيوت الكبيرة أو الاستراحات. ليش؟ المسابح التي التي في الفنادق، نعم، أو البيوت الكبيرة أو الاستراحات، نعم، هل تأخذ حكم الحمام؟ لا ما تأخذ حكم الحمام، هذه بركة يسبحون فيها للتبرد أو لتعلم السباحة، ليست حماما. نعم.